ما صفة أولياء الله الصالحين؟ وكيف يكون المسلم وليا؟ أقول وبالله التوفيق. أوجز بعض العلماء ذلك فيما يلي: قالوا كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. دليلهم قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، وعلى ذلك يدخل في الأولياء أصالة الموحدون الذين لم يشركوا بالله شيئا، ومقيموا الصلاة كذلك، والذين يؤتون الزكاة أيضا، وكذلك حجاج بيت الله الحرام. مع كل ذلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وطلب للعلم، واتباع للجنائز وأعمال البر، إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، والله أعلم.